طيب الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ملاعب عبر قناه التغيير الفضائيه. هذا البرنامج ياتيكم يومي الثلاثاء والجمعه في تمام الساعه 7 بتوقيت بغداد الحبيبه. طبعا اليوم اكيد راح نفتح ملف مهم جدا لا يتعلق بكرة القدم، لأن الإعلام اليوم يجب أن يتجه إلى الألعاب الأخرى التي توجد فيها من المشاكل والسلبيات قد تتفوق على ما موجود في كرة القدم، وبالتالي واجب الإعلام أن يسلط الضوء على بقية الألعاب. ومن هذه الألعاب التي سنسلط الضوء عليها لأهميتها هي اللعبة الشعبية الثانية في العراق، ألا وهي كرة السلة. كرة السلة في العراق منذ فترة ليست بالقصيرة تعاني حال الرياضة بشكل عام وبقية الألعاب، وإذا كانت صاحبة الجلالة كرة القدم وكل ما متوفر لها من دعم ومتابعة وأموال وهي تعاني الأمرين أيضا في الفترات السابقة، فكيف بالألعاب الأخرى ومنها كرة السلة؟ نتحدث هنا عن معاناة سواء كانت مادية وهي مستمرة حال بقية الألعاب، أو معاناة الإدارية، المعاناة اللي لحد الآن وضع كرة السلة بشكل عام لا يسر عدو أو حبيب. لا أحد يستطيع أن يخرج ويقول بالفم المليان نحن نجحنا في إدارة ملف كرة السلة على أفضل وجه، أو ملف كرة الطائرة على أفضل وجه. لا أحد يستطيع، حتى كرة القدم لا أحد يستطيع يقول هذه الكلمة سواء كان إداريا أو لاعبا أو مسؤولا متواجدا في أي اتحاد من هذه الاتحادات الرياضية. والدليل ما نشاهده من إخفاقات متتالية سواء كانت في كرة السلة أو كرة اليد أو كرة الطائرة أو لكل الألعاب. وطبعا هذا كله ينعكس على اللجنة الأولمبية، وكما تعلمون لحد الآن نحن بعيدين عن أي وسام أولمبي منذ سنين طويلة. وبالتالي ما هي الأسباب وأين الخلل؟ هل الخلل إداري فقط؟ هل الخلل بعدم تواجد الأموال فقط؟ هل الخلل فني؟ أم هي مجتمعة هذه الأسباب؟ من يدير هذه الملفات؟ هل عليه أن يتحمل المسؤولية التاريخية طوال الفترة الماضية من السنين التي مرت وتحدثنا عن كرة السلة لحد هذه اللحظة أشخاص تواجدوا لفترات طويلة داخل اتحاد كرة السلة ولحد الآن متواجدين؟ هذا الكلام اليوم الحديث الدارج أهل الوسط السلوي، واللي يتابعني يعرف هذا الشيء، ودا نشوف الأصوات تتعالى شيئا فشيئا حول موضوع اتحاد كرة السلة. لا نقصد هنا الأشخاص المعنيين بشخصياتهم المحترمة، لكن نتحدث عن إدارة ملف. هذا الملف ماذا يحتاج في الفترة المقبلة حتى ننتشر كرة السلة ونتوجه بعمل صحيح من بداية من الفئات العمرية وصولا إلى المنتخب الوطني حتى ينتج لنا منتخب قوي قادر على المنافسة؟ وما الخسارات الست المتتالية في تصفيات كأس آسيا الأخيرة في كل نوافذها الأولى والثانية والثالثة؟ ما هو إلا دليل على أن الواقع سيء، والواقع يقول يجب أن يكون هناك إصلاح. كيف سيكون هذا الإصلاح؟ من سيقود هذا الإصلاح؟ اليوم هذا كله راح نطرحه على ضيوفي الأعزاء اللي هم اختصاص وأسماء معروفة داخل الوسط السلوي. أبدأ هنا في ضيفي في الاستوديو بالكابتن العزيز ولاعب المنتخب الوطني السابق الكابتن أيسر عبد الرزاق. سعيد جدا بلقائك ومنورني هنا في عمان. أهلا وسهلا بك كابتن نور، شكرا جزيلا على الاستضافة، وإن شاء الله نطلع بنتائج تفيد كرة السلة العراقية. أكيد أكيد. وأيضا هناك من بغداد أيضا بمدرب المنتخب الوطني للشباب سابقا وأحد يعني اللاعبين المعروفين والمدربين في العراق الكابتن حارث مبشر. رحب بك، أجمل ترحيب كابتن حارث، ومنورني اليوم من بغداد الحبيبة. اهلا وسهلا بك وجماهير قناه التغيير. اهلا وسهلا بك كابتن. وايضا عبر سكايب هناك من الدوحه احد ابرز نجوم كره السله على مر التاريخ، وايضا لاعب القرن، وايضا مسؤول ومدير قسم التطوير في الاتحاد القطري لكره السله، الكابتن ماجد منصور. ورحب بك، اجمل ترحيب كابتن ماجد، سعيد جدا بلقائك واهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك اخ نور ولكادر قناة التغيير ولضيوف الكرام كابتن أيسر وكابتن حارث، وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك ومرحب بك دائما كابتن ماجد. رحبني وياك كابتن ماجد. ما نريد نقول انت الاكبر سنا او هذا، ما نريد نكبرك يعني، ولكن راح اكبر، لكن انت الاكبر اكيد. لكن خلي ابلش وياك، انت شخص اليوم تعمل في موقع مهم في احد البلدان المهمه التي تشهد تطورا سريعا
في عالم الرياضة بشكل عام ومنها أيضا كرة السلة. كيف تنظر اليوم إلى واقع كرة السلة في العراق؟ حقيقة يعني العونة الأخيرة هي هو اللي أوجعنا كثيرا. يعني إحنا نتكلم كرواد هذه اللعبة سواء من اللاعبين أو من المدربين، نعم، وحتى من جمهور. وصراحة هذه الستة خسارات الأخيرة يعني موجعة، يعني موجعة للغاية وحسنتنا. نتكلم على يعني البلد اللي حاليا عامل به ودولة قطر. أعتقد أكو يعني مثل أو مثل يعني هو حصل هذا الأمر، هو مش من خلال لعبة كرة القدم ولكن السلة، ولكن كرة القدم إذا الشباب يتذكرون منتخب الشباب اللي حصل على بطولة آسيا، نعم، يعني هذا دليل على التخطيط السليم، نعم، يعني في كرة القدم وفي أي رياضات تقدر تقول، نعم، إذا ما لا يوجد تخطيط سليم، نعم، من البداية فأنت ما راح تنجح يعني في هذه المهمة، نعم، أي مشروع في الحياة، لا نتكلم بس على الرياضة فقط، نعم، أي مشروع في حياتك إذا ما يكون لها تخطيط سليم فلن ينجح. نعم. إذا يعني أنت اليوم تعزو هذا الأمر إلى عدم وجود تخطيط على طوال السنوات الماضية بالنسبة لكرة السلة العراقية. كابتن حارث، أنت أشرفت على العديد من الأندية وأيضا على منتخب الشباب العراقي، وأيضا يعني اختاروك سابقا في أحد اللجان للعمل، وأيضا بعد ذلك اعتذرت. اليوم أنت ك يعني متواجد وعامل في الوسط أيضا، هذا اللي يصير بكرة السلة العراقية، الأسباب وين؟ منو اللي يتحمل الإخفاق؟ منو اللي لازم يتحمل مسؤولياته في الفترة المقبلة؟ بالطبع هو الاتحاد المركزي لكرة، نعم، السلة هو اللي تتحمل هذه المسؤولية، نعم، من خلال شخص الأستاذ حسين العميدي خرج، نعم، في لقاء وقال الاتحاد يتحمل مسؤولية الخسارة، وهذه، نعم، شجاعة. الحقيقة في بعد مرور خروج البلد من الأزمات السابقة، نعم، بدأ الاتحاد بالعمل والتطوير والاستعانة بالمدربين الأجانب، ولكن بعض في بداية الأمر حصلت بعض الإخفاقات لأن كنا جديدين على التعاقد مع المدرب الأجنبي. بعدها بدينا نتطور وصعد المستوى، حققنا البعض من الانتصارات اللي متفرقة نوعا ما، استطعنا أن نفوز على قطر، استطعنا أن نفوز على إيران، ولكن صارت بعض الإخفاقات. أنت ذكرت حضرة جنابك الأمور المادية والأمور الإدارية اللي باللجنة الأولمبية ممكن تكون أثرت على يعني دعم المنتخبات، الفئات العمرية، إدامة المنتخب، المعسكرات، يعني كلها مجتمعة أكيد، نعم، يعني والأخفاق يصير. أنا هنا ليس في صدد الدفاع عن الاتحاد العراقي ولا الدفاع عن أي جهة، نعم، ثانية. الكل محق ب يعني حزنه، نعم، وعبر عن حزنه، بس احنا نقول خلينا نجتمع كلنا ونشوف شنو الخطا ونضع ايدينا على الخطا ونحاول نتعاون. الكابتن ماجد اقدم له تحيه من الكبار، ثامر مصطفى، قصي حاتم، نصير احمد، هؤلاء عباس خضير، هؤلاء اسماء كبيره احنا نتمنى منهم يجدون الحلول ويعطون النصح الى الاتحاد العراقي المركزي المتواجد الان هو في يعني سدة حكم السلة العراقي. نعم. أنت ما تقدر تتعامل ويا أشخاص آخرين، إحنا نتعامل وياهم بموجب قانون الانتخابات اللي موجود. نعم. فيعني إن شاء الله نطلع من هاي، إحنا همنا أنه هم الكل أنه نطلع من الأخفاق اللي مرينا به. إن شاء الله راح نتكاتف كنا ونعبر هذه المرحلة إن شاء الله. كابتن أيسر رحب بيك من جديد أيضا في استوديو عمان. اليوم أنت أحد الأسماء اللي مع تكوين اللجان الجديدة، نعم، في اتحاد كرة السلة اللي هو أعلن عن خطة إصلاح، نعم، من ضمنها تكوين هذه اللجان. اليوم أنت أحد الشخصيات اللي اختاروها في لجنة المدربين، نعم. اليوم أيسر عبد الرزاق، أنت يعني أنا لعرفه قريب على الجميع، المعترضين، المؤيدين، لديك علاقات طيبة في الوسط، صحيح، لكن اختيارك اليوم في اللجنة حيضعك تحت ضغط، حيضعك تحت يعني تسليط الضوء وحتى الانتقاد، وأتوقع بدأت هذه الانتقادات. أكيد أكيد. اليوم أنت شلون تنظر للأمر؟ شنو أنت هدفك من تواجد في لجنة المدربين؟
تفضل. والله طبعا يعني هو الهدف اكيد هو تطوير كرة السلة، الخروج من الاخفاقات اللي صارت اللي صارت بكرة السلة حاليا وبالمنتخب الوطني. طبعا انت دائما مستوى او التباوع على الاتحاد مستوى التطور مالته او مستوى النجاح مالته يعكس المنتخب الوطني اكيد، هذا يعني 100%. نعم. والكل متفق عليه. احنا الاخفاقات اللي صارت هسه حاليا وست مباريات اللي صارت عندنا بها خسارات متتاليه نطت صوره انه الاتحاد المفروض يعمل تغيير جذري بعد. نعم. الصيغه اللي كانوا يتعاملون بها او الصيغه اللي يعملون بها نعم او الصيغه اللي ماشيين عليها هي غير كافيه للوصول بالمنتخب الوطني الى درجات متقدمه او نعم منافسه الفرق اللي هي من ضمن الزون اسيا اللي احنا نعمل غرب آسيا. نعم. او غرب اسيا اللي احنا نعمل به. نعم. احنا طموحنا ان نوصل، يعني احنا من 2017 في هنا بالاردن بمباراه مع ايران فزنا على ايران، كانت اكو طفره عندنا. نعم. صار اكو تطور بالفريق، الفريق روحيته مختلفه، عمله مختلف، تمرينه مختلف، فيعني احنا يعني صارت عندنا كنا نتامل انه يصير عندنا يعني صعود بهذا لكن الموضوع. بعدها صار دروب قوي، ولكن بعدها صار عندنا ايضا دروب قوي. نعم. فهذا يعكس اكو يعني طريقة التعامل، طريقة الإعداد، الأشخاص اللي ممكن نستعين بهم لتطوير كرة السلة لازم يكون اكو تغيير. نعم. فهذا التغيير حاليا مطلوب. بالنسبة لتسميتي أنا يعني ما كنت أعرف بهذا الموضوع. طبعا أشكر الاتحاد على هاي الثقة. نعم. طبعا هو كعضو باللجنة، أنت لجنة مدربين، أنت تكون لاعب سلوي قديم ممثل منتخبات وطنية، لاعب في أندية كثيرة، عندك ثقافة سلوية جيدة، قريب على كل الـ نعم الـ أطراف اللعبة، أطراف اللعبة كلهم، ممكن أن يعني تقدم شيء لكرة السلة من خلال ثقافتك الرياضية، من خلال علاقاتك، من خلال لغتك، فهي هاي كلها مجموعة أعتقد يعني تساعدك أنه تقدم شيء لكرة السلة. واضحة آلية عمل هذه اللجنة؟ لا لا لحد الآن أنت شنو شغلكم يعني لجنة مدربين اسم؟ يعني احيانا هو عام لجنه مدربين، انتم راح تكونوا مسؤولين عن تسميات فقط، تسميات اللي على المنتخبات فئات العمر، اللي اكو لكم امور مناطه اخرى والله حسب علمك لحد الان ماكو شيء واضح. احنا نعم يعني ان شاء الله خلال الاسبوع القادم المفروض نعم راح تصير اكو اجتماعات نعم راح تطرح رؤى نعم تطرح مشاريع راح يجون اعضاء اللجنه ايضا اللي هم ويانا اللي هم من الكبار ومعروفين نعم ايضا نعم راح نقعد مع الاتحاد اكيد، راح يصير تبادل بالرؤى، تبادل بالاراء، تخرجون بصيغه ونخرج بصيغه معينه ممكن نمشي عليها. نعم. هذا كل شيء ما محدد لحد لحد الان. طيب لحد كابتن ماجد، اليوم انت احد الشخصيات المهمه اللي تعمل في الاتحاد القطري ومدير قسم اسمه قسم التطوير، وهذا شيء مهم، ونحن اليوم في العراق في كره السله نحتاج الى التطوير. اليوم انت من اين تبدا برايك؟ هل احنا خللنا فني فقط ام الخلل إداري ويتبع خلل فني؟ أنا تحية مرة أخرى للكابتن رئيس والكلام الطيب. على سؤالك، هي عدة محاور. نعم. احنا ما نتكلم فقط على المستوى الفني فقط لا غير، نتكلم على إداريا على نعم التخطيط السليم. نحن الآن يعني نتكلم على جيل ما لا أريد أن أقول انتهى، ولكن أين الجيل الذي سيمثلنا بعد 4 سنوات من الآن؟ نعم. وأرجع للخسارات، من ضمنها هو التخطيط. كمثال كالمدرب لتخطيط الجد المدرب لهذا المنتخب. نعم. فأنت يعني هي مش عصا سحرية والمدرب يجي ويأخذ بطولة أو مركز. نعم. هذه يظل تخطيط ويظل لفترة انسجام. أعتقد الكباتن يعني وقوني على هذا الشيء. نعم. نرجع للأساس اللي هي من الناحية الفنية. نحن مطالبين، يعني أنا سؤالي أين الفئات العمرية؟ أين النشاط المدرسي؟ أين هذا كله؟ هذه سلسلة هي يعني الاتحاد مسؤول عنها. يعني كمثال، نحن هنا في الدوحة يعني إحنا نحتضن النشاط المدرسي ويتم عليه يعني اختيار اللاعبين واختيار
هذه ايضا يعني طريقه لجلب اللاعبين. اين الكشافين يعني اللي هم يجدون اللاعبين؟ وين هي في العراق؟ يعني نحن نتكلم عن تعداد سكان 40 مليون او اكثر. نعم. هل من المعقول يعني نحن الان بالقاء ككرة سلة؟ أنا ما أتكلم فقط عن كرة السلة، ولكن إحنا عندنا رياضة بشكل عام. المفاصل. نعم. رياضة بشكل عام. نعم. يعني نحن صراحة ما أعرف وضعنا سيء ونحتاج إلى وقفة، ويجب التضافر والجهود. نعم. يكون من الجميع، سواء وزارة الشباب، لجنة أولمبية، اتحادات، أندية. ولكن أنا بالنسبة للاتحاد، أنا في نفس الوقت يمكن كابتن ياسر يعني وضحها، أنه لا يوجد أي شيء شخصي اتجاه أعضاء الاتحاد. نعم. أو رئيس الاتحاد، كلهم يعني أخوتنا، ومعظمهم يعني اللي خلينا نقول اللي لعب معه واللي درب فريق، ويمكن نحن جو أيده في وقتها. ولكن نحن واحنا ننظر للمصلحه العامه، اكيد مصلحه اللعبه، وكيف نطورها. نعم. وكيف نجمع افكارنا ونعدي البر الامان يعني. نعم. فعلا نحن بعيدين من كل البر. يعني انا لفه من عندك، يحتاج لنا تغيير على المستوى الفني ويسبق تغيير اداري، لان بالاخير الامور الفنيه تدار اداريا اولا في كيفيه الاختيار، ومن ثم نذهب الى الجانب الفني. أنت تشخص حالات إدارية هناك خلل بالإدارة. نعم. الأمر، شوف خليني أكون واضح أكثر. نعم. وأركز على هاي النقطة اللي هي لازم يعني الإدارة هذه لازم سواء استقالت أو جت إدارة ثانية. نعم. بالانتخاب يجب أن يكون هناك تخطيط، ولكن أنا استغرابي من هذه الإدارة يعني بعد يمكن 17 سنة أو أكثر. نعم. أنا أتوقع أنه خلاص يعني أديتوا اللي عليكم، أنتوا فرصة غيركم، وهذا اللي وصلتوا له. نعم. وبارك الله فيكم. أنتوا ما تريدون يعني طبعا الإساءة لكرة السلة، ولكن نعم. هذا اللي أنتوا استطعت يعني توصلوا له. عطوا فرصة لغيركم، واللي هم يعني صراحة مش أقل منكم جدارة، يعني تتكلم عن رواد كبار سواء من لاعبين أو من مدربين. يعني أنا لا تحسبني على الموضوع هذا، ولكن أنا أتكلم على كل نجوم العراق يعني سواء من مدربين أو لاعبين. فأنا أتصور المفروض الآن هو تغيير الدماء وإعطاء فرصة للآخرين يعني ترى ما عندهم. نعم. اوكي. وضحت هذه الفكره كابتن ماجد. كابتن حارث تحدث بجنب مهمه. كابتن ماجد، اليوم التغيير لا يعني الاتحاد اليوم بتشكيل لجان جديده، وممكن اني اريد اطور الوضع، لكن ايضا سابقا كان اكو لجان، وسابقا ايضا شكلت لجان، والكثير من عندهم راحوا واشتغلوا فتره واستقالوا بسبب الاجواء الغير مريحه، غير صحيه، سميها ما شئت. انت اليوم ككابتن حارث اذا انطوك الرايه، قالوا لك كابتن حارث تعال نريد نطور ونريد نغير، شنو اول خطوه تاخذها؟ كابتن ايسر نفس السؤال لك. اليوم لجان سابقه صارت واشتغلوا ناس وخلافات صارت عديده، وانت قريب صح. اليوم شنو اللي يضمن الاجراءات اللي تسويه اتحاد السله انه راح توصلنا الى 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 الى, إلى نقطه الشروع الى التطور والتغيير، وهم نفس الاشخاص؟ هذا قد يسأل سائل صح هذا السؤال، وأكيد من حقه يسأل هذا الشيء. أكيد طبعا. نعم. يعني هو ماكو أي ضمان بهذا الموضوع. أنت نعم. يعني أنا ما قاعد بنوايا أعرف نوايا نعم. الاتحاد شنو بالضبط. ما أعرف يعني أكيد. بس أنا أكو يعني من صار أكو تغيير نتأمل يصير أكو شيء جديد. نعم. أما بالنسبة يعني أرجع إلى كلام كابتن ماجد المنصور، طبعا أقدم له كل التحية للاعبنا الكبير. نعم. المنتخبات او اللجان او هسه الاتحاد اكو طريقتين لتغيير الاتحاد. نعم. هي اما الاستقاله اللي هم ممكن يعلنون استقالتهم. نعم. او طريقه هسه الانتخابات المفروض اكو قريبه. نعم. اللي هي قانون 29 وقانون 21. نعم. نقرن هذني نعم. بالبرلمان. نعم. فراح تكون القاعده ل
الاعداد للانتخابات نقطة الشروع أي لتغيير كل الواقع للتغيير. نعم فاللي كل يدعوني الى التغيير واني منهم ايضا يعني ادعو الى التغيير ادعو الى التجديد ادعو الى بث دماء جديده هذا طبعا اكيد مهم لتغيير الواقع السلوي عندنا نعم فهذا الموضوع اكو قنوات قانونيه اللي هي الانتخابات نعم كل من هسه يريد يدخل يقدر يدخل نعم موضوع كتابه النظام الداخلي ايضا هسه اكو دي يكتبون نظام داخلي جديد للاتحاد نعم ايضا يقدرون يدخلون به يعني ياهو اللي يقدر يدخل به فنقطه الشروع هي الانتخابات هي باربع او خمس اشهر اعتقد الى الشهر السابع مو اكثر اي نعم مو اكثر فهذه ممكن تصير نقطه شروع بدايه للتغيير بكره السله اللي يشوفون يريدون تغيير يعني نعم. يحبون اكو تغيير طبعا والتغييرات الفنيه اكيد لازم تتزامن وياها يعني انت المنتخب الوطني هسه المفروض اكو تغيير شامل وحسب ما على الاتحاد يعني حل المنتخب وراح يسوي يعني منتخب اعمارهم حتى صارت كبيره يعني يعني, يعني هي مو اعمار كبيره تساؤل مهم قال كابتن ماجد يعني اكو جيل انتهى اكو جيل نعم يعني بعد اربع سنوات هؤلاء لاعبين الكثير منهم قد لا يخدموك بسبب العمر فعلا صحيح اكو تغيير لازم ممكن لازم يكون نعم. اكو تغيير نعم. اكو لازم يكون احلال نعم. للاعبين جدد نعم. بس هذا يجب ان يكون بطريقه مدروسه اكيد يعني يكون بخطه عمل قريبه المدى وخطه عمل بعيده المدى نعم. هاي نشتغل عليها ممكن مع الاتجاه الى الفئات العمريه اللي هي مهمله اساس كل يعني إيه؟ ليس الاتحاد فقط هو الانديه تتحمل جزء كبير نعم. من هذا الموضوع نعم زين خلينا نشوف كابتن حارث تسمعني بوضوح كابتن حارث نعم اسمعك طيب كابتن حارث اليوم انت رجل عملت في الفئات العمريه كمدربا للمنتخب الشبابي سابقا وأيضا كانت لك دعوة للعمل في أحد اللجان ومن ثم ما رضت تعمل وتكمل المشوار اليوم كابتن حارث إذا طوك الراية تريد تغير شلون تبلش التغيير على أي أساس تبلش هذا التغيير من خلال خبرتك وعملك سابقا طبعا انت هسه في الوقت الحاضر ما تقدر تغير تغيير جذري اولا اول شيء يعني هاي رؤيتي الشخصيه نعم. وممكن تكون نصيحه الى اخواننا بالاتحاد نعم اولا يجب ان نوسع دائره العمل ما يصير نحصرها باشخاص محددين يجب ان استعين بكل اهل السله يعني احنا عندنا طاقات كثيره لاعبين كبار مدربين كبار أوسع اللجان أشكل لجنة انضباط نعم. مسؤولة عن الأمور الانضباطية أشكل لجنة مدربين وأعطيها صلاحية كاملة لاختيار المدربين نعم. ما أتدخل بها بالمستقبل من يصير إخفاق أنا عندي لجنة أحاسبها نعم. ليش أنا دا أتحمل اليوم كاتحاد وكرئاسة اتحاد أتحمل النتيجة بالوجه يعني كصدام أنصدم أنا بالخطأ فأنطي أكو خيرين كثيرين أبطال هواية يعني مدربين ولاعبين خبرة يقدرون يعملون أقدر أستعين بالاتحاد الدولي والآسيوي بخبراء لتطوير العمل مالتي فنيا وإداريا نعم. أكو هواية مقترحات وأنا شخصيا يعني ذكرت للكابتن أيسر والبعض الأشخاص المقربين مني يعني عديت يعني فد مشروع لتطوير هذه الأمور وعدة نقاط هسه إذا نقعد نتحدث تفاصيل كثيرة أبرز ملامحها نظري أنه إحنا نبدي من القاعدة ونبدي من الهرم وقدمت لو لا للاتحاد عرضت على الاتحاد لو لا لا ما قدمت بصراحه دا انتظر الوقت المناسب تعرف هسه الان يعني بعد الخساره اللي صارت موجه بين تصفيات الحساب وبين الطعن وبين اني يعني مع احتراماتي الى الجميع اللي داخل الاتحاد وخارج الاتحاد اني مع العمل يعني الجماعي والخروج من الازمه بقت انه اتحاد يبقى اتحاد يطلع هذا مو اني اقرره نعم. هذا يقرره ويحسمه القانون اللي الدوله اللي خالته نعم. فديوم من الايام استاذ حسين قال اللي يريد يدخل الاتحاد اهلا وسهلا انا ما مانع احد كل كلام منطقي فانت اذا تريد مثلا تغير القانون الانتخابي روح على الوزاره روح على الدوله اقترح تتغير وتدخل للاتحاد نعم. أنا من الناس هم مباشر عقبه هم أطمح أنه أكون في الاتحاد بعد عمر أنا طبعا بالمناسبة واحدة من أسباب الانسحاب يعني مو فقط الأسباب اللي ذكرتها نعم. يعني بعدني راغب بالتدريب يعني راغب بالتواجد بالمجال الفني وليس نعم. الإداري بعد نعم. أقول أنه أنا صغير ممكن أكون ناس أكثر خبرة من عندي تدخل مجال الاتحاد الآن تستطيع تغير ممكن أكثر من عندي وأنا نعم. شخصيا أعلن يعني تعاوني مع الجميع في حال أنه احتاجوا إلى استشارة
استشارة أو احتاجوا إلى مهمة فنية ما راح نبخل وراح نكون متواجدين. طيب كابتن ماجد، يعني هل يوم من الأيام طلب الاتحاد العراقي من خلال اختصاصك وخبرتك الآن في هذا المجال، مجال التطوير والعمل، طلبوا من عندك يا كابتن ماجد يعني أريدك أنت تساعدنا مثلا في الدراسة معينة لتطوير الواقع الفني، إذا عندك أفكار ومقترحات، تواصلوا معك بهذا الموضوع أم لا؟ أو جنبة ثانية، يوم من الأيام حسيت أنه أنت من ردت تنطي نصيحة أو تنطي أفكار كان أكو أبواب موصدة أمامك، أو حسيت أنه هم ما راغبين يسمعون منك أو من غيرك؟ نقطة جدا مهمة وجميلة منك. تفضل. أنا يمكن البارت الأول من السؤال يمكن ما لحقت عليه وما كان واضح، لكن بخصوص احنا كلنا يعني الرواد الشباب اللي يريدون مصلحة السلة، طبعا كل من عنده فكر وكل من عنده طريقته الخاصة في خدمة كرة السلة. هذا بالنسبة لي يمكن هذا الشيء ما ذكر او يمكن الناس ما تتذكره او الاتحاد ما يتذكره. انا حقيقة في 2012 او 13 بعد عودتي من أمريكا زرت بغداد وتواصلت مع طبعا نفس الاتحاد لأنه ما تغير، وتحدثت يعني لهم وصراحة عرضت على يعني عليهم إنه خدمات يعني إنه أكون موجود بغداد ويعني ونضع خبراتنا اللي يعني اكتسبناها في غربتنا يعني بالذات في أمريكا. نعم. بلد كرة السلة. نعم، وأنا حقيقة يعني أعوذ بالله من كلمة أنا يعني عملت مع يعني جامعة أمريكية ولفترة طويلة يعني. نعم. خمس ست سنوات مع الإسقاط نفسه. نعم. فحبيت إنه أرجع وأضع هذه الخدمات يعني لعبة كرة السلة يعني بلدنا. ما لقيت يعني لها اي صدى او اي ترحيب انه اي ليش لا وخلنا نتخذ الخطوات وما الى ذلك. نعم. وكان في خبر انه حتى يعني على مستوى الاهليه، ولكن انا ما رايت اي زين، ما اريد اقول اي ترحيب وتركت الموضوع وصراحه وغادرت يعني. زين، لاحقا بعد ما صرت وعملت في الاتحاد القطري في هذا المركز تواصلوا وياك اقتنعوا مثلا قالوا خلينا نشوف كابتن ماجد راح يشتغل بقطر وصار مدير قسم التطوير وما الى ذلك، تغيرت فكرتهم يعني عن هذا الموضوع لو استمر الموضوع هذا التجاهل؟ لا حقيقه تجاهل، ويعني بدون ذكر اسماء يعني انا صار عندي اتصال مع اكثر من شخص يعني. نعم. من هذه الاداره. وبس ما رايت اي يعني مثل ما تقول نفس أي تجاوب أي فعل معنا. نعم. فأيضا تركت الموضوع ومثل ما تقول بقيت على نفس الحال. نعم، وضحت الفكرة بهذا الجانب. طيب أنا من أريد أعرض أول كتاب صار قبل فترة، تعرفون أنتم أحيانا المنتخب أن يطلع أي لعبة هناك موجة انتقادات وأنا أجدها طبيعية، نقد الاتحاد يعني عمله مثلا كان ما عاجبه او غير موفق ومنتخب انعكس على المنتخب، ست خسارات متتاليه، الناس 16 تحشي الصفق لكم مثلا تشيد بالعمل، طبعا اكيد راح تنتقد. لكن ما حدث مع مدرب نادي التضامن اللي هو الكابتن نضال غانم، خلينا نشوف الكتاب الاول سيدنا المخرج اذا سمحت حتى اخذ راي الضيوف في هذا الموضوع. طبعا هذا الكتاب يوم 3/3 خرج انه الى نادي التضامن من الاتحاد العراقي لكرة السلة، قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة حضور المدرب ناديكم نضال غانم الى مقر الاتحاد في قاعة الشعب للألعاب الرياضية يوم 9/3، وذلك فيما يخص التصاريح، هي طبعا المفروض التصريحات وليس التصاريح، تصريحات الإعلامية في القنوات الفضائية والصحف وبعض مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا يعني إذا يريدون يقولوا تعال يعني أنت ليش تحدثت علينا، ليش انتقدتنا بالإعلام، ليش نزلت علينا نقد لاذع أو قوي. طبعا السيد محمد الفتلاوي اللي هو رئيس نادي التضامن النجفي رد أيضا بمنشور في صفحة النادي، خلونا نشوف هذا المنشور. طبعا هذا المنشور فحواه يقول بي احنا نرفض، وصلنا كتاب من الاتحاد المركزي يتضمن استدعاء مدرب نادينا
بسبب تصريحاته في الإعلام وكذلك خروجه في القنوات الفضائية بعد فشل المنتخب بالترشح لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا رغم وجوده في أضعف مجموعة وخسارته بثلاث ست مباريات. ردنا ليس هكذا تورد الإبل وليس لسنا مع تكميم الأفواه. نضال مدرب دولي وأفضل نتيجة حصل عليها فريق خلال عهد هذا الاتحاد هو حصوله على الوسام الفضي بقيادة نضال غانم في لعبة 3-3 وهو لم يتجاوز ولم يعتدي على أحد بل ذكر أسباب الخسارة وانتقاد التخطيط وعمل المنظومة. لذلك لا نوافق على هذا الأسلوب وهذه الطريقة بالتعامل مع النجوم مثل ما حدث مع الكابتن والنجم أيضا عباس خضير والآن مع الكابتن نضال. كنا نتمنى أن تكون الحلول الإصلاحية والاستماع لأهل اللعبة وما إلى ذلك لا نهاية المنشور. طيب اليوم أنا كإعلامي إذا وجهت نقد لاتحاد كرة السلة هل سأهاجم أيضا من اتحاد كرة السلة؟ اليوم أي شخص خاصة إذا كان نقد موضوعي ما بتجريح للشخصيات ما بأي شيء هل يجوز كل واحد يطلع بالإعلام إحنا نستدعيه تعال والله تعال ترش حشيت علينا؟ أنت خارج من 6 مباريات و6 خسارات على الأقل في وضعها في حالته من حرارة قلبه من حرقة قلبه يطلع يحكي إلك الكلمة أشوفك تضحك. اليوم إذا أيسر عبد الرزاق مع حفظ الألقاب كابتن أبو أحمد اليوم إذا أنت انتقدت واستدعوك حتى لو كان نقد لاذع هذا طريقة جيدة وصحيحة برأيك؟ انت شفت التصريح مع الكابتن نضال؟ انا شفته اي شفته. شنو رايك بدايه الكابتن نضال؟ حكى يعني اشياء فنيه بحته. نعم. حكى على القوانين الرياضيه. نعم. حكى على موضوع النظام الداخلي وطريقه كتاب النظام الداخلي. انا بالنسبه لي كايسر ما شفت اي اساءه من كابتن نضال. نعم. بهذا الموضوع. نعم. الاتحاد وجه كتاب يعني هسه الكتاب دي يستدعي الكابتن. نعم. نضال او يقول له تفضل يمنا احنا نريد نستفسر من عندك. نعم. يعني ما كانت نفس الحدة اللي تم بها استدعاء الكابتن عباس خضير. نعم. يعني احنا هسه الموضوع يعني يحتاج لتوازن. نعم. يعني كابتن نضال فعل ورد الفعل. نعم نعم. يعني الاتحاد يقول الكابتن نضال هو مدرب عندنا. نعم. ولحد الان ترى كابتن نضال هو مدرب منتخب 3-3. نعم. وفعلا هو صاحب افضل انجاز لهذه اللعبه. نعم. ثلاثة في ثلاثة. نعم. ولحد الان كابتن نضال عامل. نعم. بالاتحاد فرؤيه الاتحاد مثلا يقول ليش ما يجي كابتن نضال يحكي لنا؟ نعم. يعني يحكي هذا الموضوع امامنا وضحت الفكره مثلا. نعم. كابتن نضال يقول انا حاكي مثلا او مقدم او كذا هو صفته لان عامل. نعم هو صفته عامل بسبب هذه الصفه. انت حسب رايك. انا حسب رايي انه صفته عامل في الاتحاد وليس بعيدا عن الاتحاد. نعم. الاتحاد يجي يقدر يقدم هذا. نعم. الموضوع انا مو ويا هذا الموضوع انه اي انسان او اي احد عامل. نعم. او في اي موقع في كرة السلة. نعم. يتكلم أو يبدي رأي بدون تجريح وبدون تجاوز. نعم. رأي فني. نعم. يتم استدعاء. طيب وضحت هاي الفكرة كابتن حارث. اليوم احنا وضعنا السلوي لا يسوء. نعم. عدو ولا حبيب بالتأكيد. اليوم هذه التغييرات اللي تصير وانت ذكرت يقول أنا ما لي علاقة بالتغييرات الإدارية لكن إذا أردنا التغيير برأيك هل التغيير عادة يكون فقط بالشخوص؟ أم يجب أن يكون مترافق مع الشيئين شخوص ونهج واستراتيجية عمل؟ بالتأكيد الشخص بوحده غير مؤثر بدون خطة عمل. نعم. بدون منهاج بدون تخطيط مثل ما ذكر الكابتن ماجد. نعم. التخطيط هو أساس الكل شيء يعني أنا. نعم. إذا غيرت الأشخاص وبقينا بنفس النتائج يعني أنا شنو اللي سويته؟ نعم. بدلنا حارث بأيسر مو صحيح. مو صحيح. إحنا. نعم. لازم ننظر إلى المنهاج أكثر ما ننظر إلى الشخوص. يجب أن تتغير مناهج طرق العمل نظام الدوري نظام دوريات الفئات العمرية يجب أن تكون مستمرة لسنة كاملة. اللاعب الشاب لازم يلعب أقل شيء بالسنة 30 لعبة. نعم. نحاول نزيد من العمر التدريبي للاعبين الصغار الاستعانة بالانفتاح على الخبرات الخارجية مثل كابتن ماجد وقصي وأحمد فاضل وأي شخص
يقدر يخدم السلة العراقية من خلال أفكارهم وتشكيل لجان. إحنا ليش يعني نحصر الأمور بأربع خمس أشخاص ونتحمل بعدين المسؤولية والذنب؟ لا أوكي أنت أعمل وخلي فد 30-40 واحد وياي والنجاح هو لسه للعراق. أي اتحاد بالنهاية ما باللجان العاملة. كابتن ماجد. نجاح أي اتحاد هي من خلال اللجان العاملة داخل الاتحاد. بالضبط. أنا هسه اليوم من أحط لجنة أحط فد خمس لجان كل لجان بيها 25. أكيد هذا الشيء راح يكون يعني نجاح للاتحاد بالنهاية. إذا أنا أريد فخر إليه أكيد إذا نجحت لجنة المدربين أو لجنة الفئات العمرية أو الثلاثة بثلاثة هي نجاح إلي بالنهاية. نعم. وينسب للسلة العراقية وكنا راح نكون مرتاحين والجماهير مرتاحة والأمور تمشي. نعم. إن شاء الله نشوف يعني تغيير بالمنهاج وتغيير بالتخطيط في السنوات القادمة. نعم. وفي الأيام القادمة المفروض إحنا أنا وجهة نظري هي الخسارة هاي خسارة صحية لتغيير التخطيط لتغيير المناهج اللي كنا نمشي عليها. نعم. أنا أيضا أبقى وياك بهذا الجانب. خلي أتحدث اليوم كل الاتحادات وبالرياضة العراقية أبقى وياك كابتن حارث إنه هناك مشكلة. هناك أشخاص أثروا على العمل من خلال هم نقول مثلا دخلاء على أي لعبة من ضمنها كرة السلة. اثنين أيضا نسمع بين فترة وأخرى أن هناك تهديدات وهناك من هذا الكلام. أنت قريب على الوسط. أنا أيضا هذا الموضوع هو حساس لكن هذا النهج ما زال موجودا داخل كرة السلة موجود وبقوة مؤثر على صناعة القرار أم لا؟ بصراحة هذا الشيء كان موجود يعني. نعم. عموم الرياضة وأنا الأشخاص اللي لما استلمت منتخب الشباب تعرضت إلى بعض التهديدات صارت بعض الأمور وأنا مع أهل السلة حصرا. أنا دائما أقول ما نريد احد يدخل على السله حتى ان كان غير جيد من اهل السله افضل من ما يكون شخص يجي طالع. لكن يقول لك اكو بعض اهل السله هم قاموا يهددون هم قاموا يستنجدون بشخصيات كابتن حارث هم اكو نصان من اهل السله هم اخذوا هيك شيء هذا حسب ما نسمعه. انا ما اريد اذكر اسماء لكن ايضا نسمعه. قبل اقول لك شغله استاذ علي رسن اللي هو ايضا عضو اتحاد سابق وتعرف الخلافات الموجوده بينه ايضا في برنامجي قبل فتره اعلن انه هو تعرض لتهديد ومن شخصيات تعمل داخل الوسط السلوي مثلا. يعني هو ايضا ابن السله لكن دا يلجأ لهيك امور. تتفق يعني هذا الموضوع انت لمسته؟ والله الحقيقه انا بعيد عن هذه الامور. نعم. يعني احكي لك الصراحه يعني انا انسان يعني بعيد عن هذه التفاصيل وما اعرف اذا ما راح اقدر اتهم أكيد. يعني شخص او اثبت هذا الشيء. يعني الانسان اللي صرح بهذا الشيء هو اللي يكون مسؤول عن تصريحه. فتعرف انت هاي امور حساسه يراد لها ادله واثباتات فعلا. يعني على مود نخرج بالشيء السليم ان كان هذا التهديد صحيح فهو اكيد يعني راي محترم ويقدر يقدمه الى الجهات الامنيه وتاخذ مجراه. بس انا شخصيا قلت لك يعني ما اتوقع اكو من اهل السله بهالعقليه. نعم ان شاء الله احنا هذا يعني هذا نتمناه. فما عندي دليل اللي لو عندي دليل راح اكيد اتكلم بي. اكيد انا هذا اتمنى اني ربطت وياك الموضوع لان انت تعرضت من تهديد يعني من خارج السله. فقلت لك يعني سيد علي رسن هو ايضا. نعم. يعني كان عضو اتحاد وقال ان هناك من هددني هو في البرنامج وعلى الهواء وعلى لسانه وليس انا ما اتبنى رايه لكن هو اللي تحدث بهذه الامور. كابتن ماجد اليوم ايضا. نعم. ماجد منصور ايضا اليوم بكره السله العراقيه اليوم احنا نحتاج. انت ذكرت نقطه جدا مهمه ذكرت نقطه الرياضه المدرسيه وهذه الرياضة المدرسية. أنا أتذكر في كل مراحل الرياضات العراقية سابقا الألعاب الرياضية كان إلى دور مهم جدا الرياضة المدرسية في أي عملية تطوير وإيجاد المواهب. اليوم أنت إذا سلموك هذا الملف شو ممكن تشتغله كابتن ماجد؟ هو الحقيقة يعني أنا كذلك يعني مسؤول على ليس بس فقط لجنة التطوير ولكن حتى المدربين. نعم. اللي في الأندية. نعم. اللي هم مدربين للفئات العمرية. فيتم التنسيق بيني وبينهم وكيف العمل على هذا المشروع كيف يتم يعني اصطياد اللاعب ترغيبه في اللعبة. هذاك احنا نتكلم كفئات عمرية. نعم. غير النشاط المدرسي اللي هو يوجد في مقر الاتحاد في ملاعب الاتحاد. ففي تخطيط يعني سليم للعبة يعني مش شيء ارتجالي. نعم نعم.
مثل ما صار بتعيين المدرب الأخير قبل 4 أشهر على النافذة الثانية والثالثة للمنتخب الوطني، شلون تصف هذا القرار؟ إنه إحنا بلشنا بالنافذة الأولى مع مدرب وبالنافذة الثانية جبناه قبل كم يوم ووصل وصار، والإشكالات اللي صارت بالنافذة الثانية ويا البحرين، وإحنا وقفنا قلبا وقالبا مع اتحاد السلة بسبب التصرفات الغير صحيحة، لكن تخطيطنا سيء كان. حقيقة هو يعني كان تخطيط صراحة، وأنا أعتقد في أحد اللقاءات وجه تحية للكابتن محمد النجار يمكن صرح بهذه النقطة، إنه يعني طيب أين اللجنة اللي هي تسأل عن هذا المدرب، عن هذا الملف، ما هو ماضي، ما هو السي في اللي حامله، ما هو نتائجه، ما هو. أنا أعرف إنه رئيس الاتحاد صرح انه وقال انه المدرب كان مساعد في منتخب تركيا لمدرب منتخب تركيا وهو احرزوا المركز الثاني. نعم. هذا ما طب ما يمنع انه احنا نتكلم اوكي المدرب ولكن مساعد المدرب. نعم. غير شيء يعني، وفي ناس اختصاصهم هذا الامر. نعم. يعني نعم نعم عندنا هاي الاشخاص اللي هم في استطاعتهم انهم يقيموا المدرب. نعم. وهل يصلح او لا، حتى انا عندي معلومات المدرب ما درى اصلا باقالته، يعني سمع يعني همين ما. نعم. ما حد يقول ما اقالوني، يعني ما ادري اكو شيء قرار، يعني حسب ما عرفت انا ومن اللي قراته انه هو الرجل يعني ينتهي تاريخ عقده يعني قريب انتهاء المباريات او التصفيات. ما اعرف كيف فسروها. طيب كابتن حارث. نعم انا يعني اسف على مقاطعتك كان باللحظات الاخيره كابتن ماجد. كابتن حارث اليوم. نعم. رسالتك الى كل من يعمل داخل هذه المنظومه، الى المعترضين، الى المؤيدين، الى الاتحاد الحالي، شنو رسالتك حتى نطلع يعني نريد نقرب وجهات النظر حتى نوصل لحلول لانتشار كره السله؟ يعني ما احب بصراحه كلمه المعترضين او المعارضه وهاي التسميات. لا والله اكون معارضه غير صدقكم معارضه كابتن حارث السله تفضل. لا يخالف يعني. ايه. احنا اهل سله وبالنهايه. نعم. نرجع يعني تكون خلافات، انا في فتره من الزمن كان عندي خلافات ويا الاتحاد ورجعت قعدت وياهم. نعم. ونفسهم هم الاشخاص اللي كابتن عباس وسيد علي رسن وغيرهم كانوا اعضاء بالاتحاد وغادروا الاتحاد، فاحنا اهل السله الموضوع ان شاء الله ينحل بطريقه اسهل. نعم. نتعاون. انا قلت لك سابقا لست بصدد الدفاع عن اتحاد السله. نعم. ان كانوا متواجدين نتمنى انه يعملون باليه جديده، وان. نعم. كانوا مغادرين نتمنى من القادمين الجدد ان يخدمون سلتنا. نعم. واحنا بالتالي كلنا راح نتكاتف بدون مسميات، بدون هذا سين وهذا صاد، وانا اريد اصير رئيس وانا اريد اصير. نعم. العمل بدون مناصب هو افضل لك وافضل للعبه مالتنا. نعم. احنا كلنا انا متاكد الكابتن ماجد القامه الكبيره والكابتن ايسر من حيستدعوه ويطلبون منا خدمه، ما راح يقول لهم انا والله مقابل اريد هالقد وهالقد. نعم. وهالقد. نعم. اكيد راح يقدمون الخدمات وبعدين راح يكون الماده بالجانب. نعم. الثاني. نعم. انا شاكر تواجدك. ان شاء الله يكون ان شاء الله تفاهم اكثر. انا شاكر تواجدك كابتن حارث مبشر، ان شاء الله تستمر لقاءاتنا في المستقبل وتكون ايضا في حلقات مقبله حتى نتابع الكره السله. شكرا لك كابتن حارث، سعيد جدا بلقائك وتحملتنا وشرفتنا في البرنامج، وان شاء الله نستمر على في تواصل مستمر ان شاء الله مع حضرتك. شكرا لك. الشرف لي وتشرفت بمعرفتك وتحيتي للكابتن ماجد. تحياتنا لك كابتن حارث. كابتن ماجد اليوم ايضا حتى نعطي حق للاتحاد السلوي المال، شنو دعوتك لوزارة الشباب والى الحكومة العراقية لكن سريعا لان باقي عندي دقيقة؟ من اي ناحية؟ المال الدعم المالي، لان هذا المال ايضا. نعم. يؤثر. نعم. على العمل في كل مفاصله. نعم انا كنت حابب ان اتطرق لهذا الموضوع. نعم. طبعا بكل صراحة نتكلم من غير المال او الدعم لا راح تكون في نتائج ولا راح تكون في رياضة أساسا. أنا ما أتكلم بس على الباسكتبول. فالدعم المالي هو يعني جدا مهم، وأعتقد أقدر أقول إنه يعني أساسي في هذا المشروع. نعم.
واللي نحبه يعني ونتمنى من وزارة الشباب تدعم أكيد يعني تدعم الاتحاد وإن شاء الله أكيد راح يكون في تغيير إن شاء الله. أنا كل تفاعل إن شاء الله. شكرا شكرا كابتن ماجد منصور رئيس قسم التطوير في اتحاد السلة القطري، كنت ضيفا عزيزا عبر سكايب من قطر. أيضا كابتن أيسر كلمة أخيرة سريعا وأقل من 30 ثانية، شنو دعوتك له للسلة؟ والله دعوتي يعني تتوحد الكلمة أنه الاتحاد يحتوي كل الرياضيين والمختصين بكرة السلة ونطلع بنتيجة يعني رب ضارة النافعة. نعم إن شاء الله تكون هاي نافعة للجميع وإن شاء الله إن شاء الله ندفع كرة السلة إلى الأمام. أتمنى لك التوفيق في لجنة المدربين. شكرا. بس تزعل إذا انتقدتك بعد. لا أنا ما عندي أي مشكلة. كل التوفيق لك كابتن. شكرا. وأيضا رسالة إلى أعضاء اتحاد السلة وخاص بالذكر دكتور خالد نجم. الدكتور خالد أنت القريب على الجميع وأنت يمكن الوحيد ديني ما عندك خلافات. اليوم نريد دورك مهم في عملية التغيير وانت كنت ضيفي سابقا وان شاء الله ايضا مستقبلا راح تكون ضيفي نتحدث على الفترة المقبلة. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة مقبلة. تقبلوا مني تحياتي، انا معد مقدم البرنامج نور نزار، يحييكم في امان الله.